اي سي بون، الخطه حاضره. اي سي بون، كل شيء باش يبدا حاضر قبل نص الليل. صحيت حتى احنا باش نمشيو مع ماضي 3 نتاع الصباح. يا جماعه ما لازمناش نغلطوا اليوم، الزلقه بفلقه لازمنا ناخذوها. القطعه هذيك المرايات حاضرين، اللازير حاضرين. جون كلود، جون كلود تي وينك؟ اسمع ما ريتش جون كلود وين مشي؟ هاوك في البيت الفوق. جون كلود حضرت ولا نو؟ ديما نحضر فيسا ابرسا، كل شيء حاضر. الليلة يا انا يا انتي. وقتاش نخرجوا اليوم؟ الخروج مع ماضي ساعتين ونص، لازم نكونوا غديكا مع ماضي 3. جو كل شيء كما تصورته انا. A few moments later. يظلي باش نندم انا الليلة. يا بالرسمي اللي تحب عليها القطعة هذايا. Eventually. فما شكون داخل؟ فما حدا؟ ليلة دقيقة مازال فما شكون؟ مولا الحانوت. ان توكا يكون خرج قبل ماضي 3 متاع الصباح. اي يا اخي علي قداش وقت يا اخي تو؟ تو ماضي ساعتين متاع الصباح. ها؟ كيفاه؟ انا دورت المونكيلا حبيت نتروليكم بالرسمي باش تغلبوا عليا انتوما. بارك هاك ترسلنا تو نقعدوا حتى الماضي 3 متاع الصباح. سي بون ماضي 3 متاع الصباح تو نجمو ندخلو. ايه ماما خممتش كيفاش ندخلو؟ ايه فما باب راه. ايه ما لمصتك حتى هو نسى الباب محلول. هاي ندخلو ندخلو. A few moments later. هاي شكون لقاها؟ حد من لقاها؟ تي عاد لوجو بالكدا. ايه شنو هذا؟ جي تي اكس 1080. Great job. Enfin, لقيتها. ايه اش تعملوا غاديك في الحانوت؟ يا اخي مش يسكر مع ماضي 3 هذا. سيرمون خرج وخلى الباب محلول هكا ولا هكا مازال مش مسكر الحانوت. زح مانيش باش نخليكم تاخذوا حتى شيء من الحانوت. جون كلود هيا عاوننا مان. حتى حد مو باش ياخذ حتى شيء. هاي سي بون وقت تعارك مع جون كلود يا دخله. هاي انا باش نمشي ناخذ كارت جرافيك ونفسه على راحتي. باه تو قاعد لازمني نروح. اش بنعمل؟ لازمني نروح. وباب الحانوت محلول خليه. مالا دخفه هذا يا اخي شنو اللي شد الحانوت؟ علمني نهرب. اش نعمل هوني؟ تقوليش كنت نحلم؟ ليه اش قولكم في الانترو؟ باه ندخل في الصحيح. اهم حاجه كي باش تعمل بي سي ولا كي باش تشري بي سي كان جيمر، اهم حاجه هي الكارت جرافيك، خاطر ما تنجم تعمل حتى شيء ما غير كارت جرافيك، ما تكونش فما تصويره على الاكران وانسي ولي جرافيك انتجري، على خاطر البروسيسور مش قادر انه يعمل لك حاجه تنجم تلعبك لي جو نتاع تاو. دونك البروسيسور والجرافيك نتاعو ديغاش على خاطره حاجه في لي جو فيديو. لي كارت جرافيك فما منهم زوز ماركات اللي هما انفيديا و اي ام دي. صحيح باش تقولوا لي فما وحيد اخرين، عندك انتل بلي جرافيك انتجري وعندك ماركات اخرين. اما صدقوني هذوكم ما يجاو حتى شيء، خاطر بالحق اي ام دي و انفيديا هما اللي قاعدين الفوق بالكل تا وراهم طايرين على لي مارك الاخرين. اما كيما قلت في الفيديو نتاعي نتاع البروسيسور، كل حاجه كي تلقى اختها في ماركه اخرى ماهيش بالضبط كيف كيف. ايوه يعني. نبداو نحكيو على انفيديا اكاهو. اول حاجه ما تغزروش للفيرا. صحيح مش كيما كارت فيها 4 جيجا كيما كارت فيها 2 جيجا. اما ناخذو مثال تو كيما جي تي اكس 1050 في 2 جيجا، كيما جي تي 730 تلقاها في 2 جيجا حتى هي بيان سور كولي. فما حاجات اخرين لازم نشوفوهم في وسط الكارت جرافيك كيما الفريكونس والكودا كور. اي فما حاجات اسمهم كودا كورز كيما في لي بروسيسور، اما يبدا فيهم اكثر برشا. بار اكزومبل في بروسيسور تلقى ويكر في اخر رايزن واقوى واحد بيان سور، فما دي بروسيسور فيهم 4 كور. هوني الكودا كورز نتاع الكارت جرافيك تلقاهم يوصلوا بالمئات، معناها حاجه لا علاقه، اما بريسك يخدموا بنفس الطريقه وما ركزوا كان على الايماج اللي باش تخرج على الاكران. الكو بروسيسور لها برشا حاجات كيما ليتاش والروندو وخرم كامل. يقولك نورمالمون اللي كي تبدا عندك فيرام قويه في الكارت جرافيك قد ما تنجم تقوي في السيتنجز نتاع اللعبه وتنجم تزيد في الاف بي اس وتكثر من ليزيكران. صحيح اما مش كومبليتمون، ومانيش نحكيو على الفريكونس وعلى الكودا كورد اكثر وعلى الارشيتكتور نتاع الكارت جرافيك. الارشيتكتور هي الخدمه نتاع الكارت جرافيك، معناها كيفاش تخدم بصفه عامه، كيفاش الكارت جرافيك تخمم الالغوريثم نتاعها وكيفاش تتصرف في ليزيماج. نتعداو ل AMD اللي هي ديما ارخص من الريفال نتاعها. كارت جرافيك AMD تبدا ارخص برشا من كارت جرافيك انفيديا، وكيما نعاود نقول لكم AMD راهي ماشي ماركه خايبه. تديبون انت شنو تحب تعمل بالبي سي نتاعك، اما AMD اقوى في لي كارت النورمال وانفيديا اقوى في لي كارت هاردكور. تنجم تكون كارت جرافيك AMD تصلح اكثر من كارت جرافيك انفيديا.
كان بار اكزومبل تحب تستعمل برشا اكرانات تعمل برشا حاجات فرد وقت، كي نقارنوها بانفيديا فما حاجات هي اقوى فيهم فما حاجات انفيديا اقوى فيهم. وباش ناخذوا لي كارت جرافيك نتاع انفيديا كاروبي في لي كارت قوين على الاخر كيما جي تي اكس 1050 و 60 و 70 و 80. غادي كتلقى انفيديا هي اقوى واحدة. ام دي عندها لافونتاج في لي كارت الاخرين اللي هما بار اكزومبل ليكيفالون تاع جي تي اكس 900 درا قداه 600 درا قداش. والمشكله نتاع ام دي اللي هي ياسر انستابل ولي درايفر نتاعها ياسر على الحيط. كي نقول على الحيط معناها هذاك كي خرجوا من الاول، اما كل ديما يعملوا في لي ميزاجور وقاعدين يحسنوا فيها. دونك ان سيرتان مومون باش تولي لي كارت ام دي قد قدموا لي كارت انفيديا كان مش اقوى منهم برشا، وهذا الكل باش يكون من الدرايفرز مش من الكارت جرافيك هما بجودهم. الكارت نتاعهم لبس عليهم والدرايفرز قاعدين يمشيو يتحسنوا افي دو معناها في ساعه. فما الكارت جرافيك بروفيسيونيل كيما التيتان والكوادرو ما مش مجعولين للجيمينج، صحيح تنجم تلعب بهم لعبه بالمرتاح، اما ديما جي تي اكس باش تكون خير على الجيمينج. هذوما جاوهم باش يكون كان في الروندو والمونتاج والموديليزاسيون 3 دي اكسيتيرا، وتتسمى عملت اوفركيل كان تشري وحده كان باش تعمل عليها في الجيمينج. في الكارت جرافيك الكيفالون تاعهم هنايا باش يبدا ارخص برشا، بار اكزومبل التيتان زد سوما في 3000 دولار والكيفالون تاعها في الام دي تلقاها في 1500 دولار، معناها شطر السوم. وصدقني كي باش تحطها تلعب بها لعبه بار اكزومبل الكاليتي نتاعها باش تبدا اخيب من جي تي اكس، اللي هي نذكركم جي تي اكس ارخص منها برشا. بار اكزومبل 1080 سوما كي خرجت كانت في 600 يورو خاطر كل حاجه في بلاصتها. مابي عملت غلطه خاطر هنا مانيش حافظهم الكل، وننصحكم كملوا اعملوا ريسيرش نتاعكم على جوجل، ما عندكم ما تخسروا. تنجم تقولوا لي انها احسن ماركه نتاع كارت جرافيك عندكم انتوما ام دي ولا انفيديا؟ انا شخصيا نشوف اللي ام دي عندها بوتنسيال تحفون على الاخر، رغم اللي تقعد انفيديا خير بشويه بور لانستان. اما ما نستغربش كان نهار نشوف اللي ام دي ولات اقوى برشا. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو نتاعي نتاع اليوم، وانا نقول لكم نتقابلوا في فيديو جديده. ما تنساوش تبارتاجيو الفيديو على الفيسبوك، تعملوا لايك وتخليوا لي كومونتير، ونقول لكم تشاو.